الأصحاح الثالث عشر. وكان يسوع يعرف قبل عيد الفصح أن ساعته جاءت لينتقل من هذا العالم إلى الآب، وهو الذي أحب أخصاءه الذين هم في العالم، أحبهم منتهى الحب. وجلس للعشاء مع تلاميذه، وكان إبليس وسوس إلى يهوذا بن سمعان الأسخريوطي أن يسلم يسوع. وكان يسوع يعرف أن الآب جعل في يديه كل شيء، وأنه جاء من عند الله وإلى الله يعود. فقام عن العشاء وخلع ثوبه وأخذ منشفة واتزر بها، ثم صب ماء في مغسلة وبدأ يغسل أرجل التلاميذ ويمسحها بالمنشفة التي اتزر بها. فلما دنا من سمعان بطرس قال له سمعان: يا سيد، أأنت تغسل رجلي؟ فأجابه يسوع: أنت الآن لا تفهم ما أنا أعمل، ولكنك ستفهمه فيما بعد. فقال له بطرس: لن تغسل رجلي أبدا. أجابه يسوع: إن كنت لا أغسلك فلا نصيب لك معي. فقال له سمعان بطرس: إذن يا سيد، لا تغسل رجلي وحدهما، بل اغسل معهما يدي ورأسي. فقال له يسوع: من اغتسل كان طاهرا كله، فلا يحتاج إلا إلى غسل رجليه. أنتم طاهرون، ولكن ما كلكم طاهرون؟ قال يسوع: ما كلكم طاهرون، لأنه كان يعرف من سيسلمه. فلما غسل أرجلهم ولبس ثوبه وعاد إلى المائدة قال لهم: أتفهمون ما عملته لكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تفعلون، لأني هكذا أنا. وإذا كنت أنا السيد والمعلم غسلت أرجلكم، فيجب عليكم أنتم أيضا أن يغسل بعضكم أرجل بعض. وأنا أعطيتكم ما تقتدون به، فتعملوا ما عملته لكم. الحق الحق أقول لكم، ما كان خادم أعظم من سيده، ولا كان رسول أعظم من الذي أرسله. والآن عرفتم هذه الحقيقة، فهنيئا لكم إذا عملتم بها. لا أقول هذا فيكم كلكم، فأنا أعرف الذين اخترتهم، ولكن ما جاء في الكتب المقدسة لابد له أن يتم، وهو أن الذي أكل خبزي تمرد علي. أخبركم بهذا الآن قبل ما يحدث، حتى متى حدث تؤمنون بأني أنا هو. الحق الحق أقول لكم، من قبل الذين أرسلهم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. وعند هذا الكلام اضطربت نفس يسوع وقال علانية: الحق الحق أقول لكم، واحد منكم سيسلمني. فنظر التلاميذ بعضهم إلى بعض حائرين، لا يعرفون من يعني بقوله. وكان أحد التلاميذ، وهو الذي يحبه يسوع، جالسا بجانبه. فأومأ إليه سمعان بطرس وقال له: سله من يعني بقوله. فمال التلميذ على صدر يسوع وسأله: من هو يا سيد؟ فأجاب يسوع: هو الذي أناوله اللقمة التي أغمسها. وغمس يسوع لقمة ورفعها وناول يهوذا بن سمعان الأسخريوطي. فلما تناولها دخل الشيطان فيه. فقال له يسوع: اعمل ما أنت تعمله ولا تبطئ. فما فهم أحد من الجالسين إلى المائدة لماذا قال له هذا الكلام. وكان يهوذا أمين الصندوق، فظن بعضهم أن يسوع أوصاه أن يشتري ما يحتاجون إليه في العيد، أو أن يعطي الفقراء شيئا. وتناول يهوذا اللقمة وخرج في الحال، وكان ليلا. فلما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان وتمجد الله فيه، وإذا كان الله تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته، وبعد قليل سيمجده. يا أبنائي، سأبقى معكم وقتا قليلا،
ستطلبوني، ولكن ما قلته لليهود أقوله لكم الآن، حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا. أعطيكم وصية جديدة، أحبوا بعضكم بعضا، ومثلما أنا أحببتكم أحب أنتم بعضكم بعضا. فإذا أحببتم بعضكم بعضا يعرف الناس جميعا أنكم تلاميذي. فقال له سمعان بطرس: إلى أين أنت ذاهب يا سيد؟ أجابه يسوع: حيث أنا ذاهب لا تقدر الآن أن تتبعني، ولكنك ستتبعني يوما. فقال له بطرس: لماذا لا أقدر أن أتبعك الآن يا سيد؟ أنا مستعد أن أموت في سبيلك. أجابه يسوع: أمستعد أنت أن تموت في سبيلي؟ الحق الحق أقول لك، لا يصيح الديك إلا وأنكرتني 3 مرات.